السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 11 مايو 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي CIB والمصرف المتحد والبنك الاهلي الكويتي وبنك مصر ايران للتنميه وبنك السيب والبنك الاهلي اليوناني بمصر والبنك المصري الخليجي وبنك عوده 15 جنيه و70 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري وبنك الاسكندريه 15 جنيه و69 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الاهلي المصري 15 جنيه و68 قرش. بالنسبه لاسعار العملات الاجنبيه والعربيه، سعر اليورو 16 جنيه و95 قرش. سعر الجنيه الاسترليني 19 جنيه و37 قرش. سعر الدينار الكويتي 49 جنيه و66 قرش. سعر الريال السعودي 4 جنيه و10 قروش. سعر الدينار الأردني 21 جنيه و89 قرش. سعر الدينار البحريني 40 جنيه و93 قرش. سعر الريال القطري 4 جنيه و12 قرش. سعر الريال العماني 40 جنيه و30 قرش. سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و25 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.